بسم الله. بيم ان نيوزلاند ابندكس بي بيتكلم على استخدامات البيم اثناء مراحل المشروع الخاص بنيوزلاند. هو بيتكلم ان انا عندي اكتر مرحله في استابليش، فالاستابليش دي في بعض الحاجات الاستخدامات اللي ممكن تستخدمها في البيم، فتبدا تشوف اذا كنت هستخدمهم كلهم ولا لا، ممكن تزود عليهم او ممكن تشيل منهم. مرحله ديزاين متقسمه لمراحل، الكونستراكشن، مرحلة الاوبريشن، كل واحدة من دول ليها استخدامات خاصة بيها. مثلا في البروجكت استابليش، الكوست استيميتنج، كوست استيميتنج ممكن يكون موجود معايا في كل المراحل. عندي مثلا مرحلة سايت اناليسيز، دي مش هينفع في الاوبريشن اعمل سايت اناليسيز، دي حاجة في اول المشروع في المراحل الاولى في الديزاين. خلاص احنا اخترنا المشروع وحددنا الموقع وعملنا التحليل بتاعه وطلع كويس، فخلاص مش هنحتاجه معانا في الكونستراكشن تاني. الديزاين ريفيو هيبقى موجود مثلا في مرحلة الديزاين، الديزاين اسورينج هتعمل موديل فبيبقى موجود في مرحلة الديزاين والكونستراكشن. ولو في تعديلات بسيطة في الاوبريشن، واحد مثلا قال لك لا انا بدل ما انا عندي في الفندق 10 اوض، لا انا عايزك تفتح لي كل اوضتين على بعض ويبقى جناح ملكي مثلا، دي بتبقى موجودة. وهنا حاجات خاصة بالكونستراكشن وحاجات خاصة بالاوبريشن. مثلا الفابريكيشن ده موجود في الكونستراكشن بس، ما بقاش موجود في الديزاين ولا في الاوبريشن. في حاجات هنا بقى الكورد موديلنج، الاسيت مانجمنت، البيلدنج مينتيننس، كل الحاجات دي خاصة بالاوبريشن.